طلع النور علينا كان فكنا عظما قيام بين يدينا تشرق دينا قيما طلع النور علينا كان فكنا عظما قيام بين يدينا تشرق دينا قيما قيام الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، يقول ربنا: ومن يفعل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من رحمة الله تعالى على عباده أنه قدر لهم الخطيئة، كل ابن آدم خطأ، فكذلك بنتي كل ابن آدم خطأ، معنى أن الإنسان يخطئ في حياته يذنب. وقد جاء في الحديث: والذي نفسي بيده، أي يقول الله سبحانه وتعالى، هذا حديث قدسي، لو لم أو حديث شريف: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له. معنى أن الإنسان يذنب، يدير الخطيئة، يخطئ، لكن خير الخطائين هم التوابون. خير الخطائين من هو؟ الذي يتوب إلى الله. يخطئ الإنسان لكنه يتوب، كيف يتوب؟ التوبة هاته، قد يفعل الإنسان خطيئة خفيفة، ذنب خفيف، فهذا يكفي فيه الاستغفار، يستغفر الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دام الإنسان يقول أستغفر الله أستغفر الله ويدير ورد، هذا الورد هذا يولي دائما، قال أنا مثلا في اليوم أذكر الله تعالى أستغفره 100 مرة في اليوم، فيدير هذا الورد إما بعد الصبح أو قبل العشاء أو بعد العشاء ونحو ذلك، يختار وقت يجير هذا الورد هذا ويقول أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة. وقد عد الصحابة وهم جالسون مع رسول الله شحال عدوا من استغفار لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو من هو؟ رسولنا لا يخطئ، أليس كذلك؟ لا يذنب، ها؟ لأنه معصوم، لأنه معصوم. وقد يفعل أشياء ليأتي الوحي، يأتي الوحي من الله سبحانه وتعالى ليوجهه فقط، ليوجهه. وقد جاء في حديث الموطأ: أنا لا أنسى وإنما أنسى لأسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعد الصحابة أكثر من 100 مرة استغفار للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله لما كان يجلس مع الصحابة كان يكثر من أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. كم يقولها من مرة؟ قلها أكثر من 100 مرة. هذا رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا هو المعصوم، فما بالنا نحن؟ إذن الغالب أن الإنسان إذا أخطأ وكان الخطأ ضئيلا، الخطأ خفيف، يغلط، يذنب ذنب خفيف، فيكفي فيه الاستغفار.
أما إذا كان الذنب هذا الذنب هذا اللي يديره المعصية اللي يديرها فيها انتهاك لحرمات الله تعالى، انتهاك لحرمات الله تعالى بمعنى أنه يسرق، بمعنى أنه يغتاب الناس، يفعل أمورا محرمة في شريعتنا، فهذه ما يكفيش فيها الاستغفار، وإنما لابد من التوبة. ما هي التوبة؟ التوبة عندها أركان. الركن الأول وهو الندم، واحد يدير حاجة ماهيش مليحة صعيبة عند ربي سبحانه للمعصية، فينبغي عليه أن يندم، يندم على هذا المعصية، يقول يا ربي أنا درت هذا المعصية وإني أستغفرك وأتوب إليك، يندم، المهم يندم. الشيء الثاني بعد الندم ينبغي عليه أن يقلع على هذا الذنب. مثلا إنسان يشرب الخمر، أخطأ فشرب الخمر، في هذه الحالة ينبغي عليه أن يندم، يندم. طيب بعد الندم يعزم، يقول ما نزيدش نعاود نفعل هذا الفعل، هذا الخطيئة. الكذب كالكذب، الكذب ما هو سهل، يكذب الواحد، فينبغي عليه أن يندم على الكذب. بعد الندم يعزم على ألا يعود، قل ما نزيدش نكذب خلاص، لأن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن قد يكون جبانا جايح، ممكن يكون جايح جبان. قيل له يا رسول الله أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، ما يكونش كذاب، ولهذا الكذب ما هوش مليح يا بناتي، خاصة الكذب على الوالدين، حتى حاجة ما تدسوها على والديكم، خاصة أنتم صغار ما تدسوا حتى حاجة على والديكم، راكم تسمعوا فيها. يقول الأب تاعك، الأب تاعك يقدر له صديق، تفتح له القلب تاعك، كل حاجة تخبرها، كل حاجة اللي تصرى لك لابد تخبره، موش بعد 20 سنة ينخلع ربما في الأمور التي قد أخطأ فيها الولد وما صارحش الأب تاعو، ثم داوم على ذلك عياذا بالله كشرب الدخان ونحو ذلك. كذلك البنت، بنت ينبغي عليها أن لا تدس، يعني ما تدس والو، ما تخبي والو على الأم تاعها، تفتح قلبها لأمها، تقدير الأم تاعها الصديقة تاعها، تخبرها بكل شيء. والوالدين مهما يكون يحبوا الخير للأولاد، يحبوا الخير للبنات تاعهم. فهمتم أولادي بناتي؟ فهمتوا؟ طيب إذا الندم هذا، ثم أن يقلع، يقلع على أن لا يعود، يقول أنا ما نزيدش نكذب، أنا ما نزيدش نشرب الخمر، أنا ما نزيدش نفعل هذه الخطيئة. ثم الشيء الثالث، عفوا، الإقلاع يعني يقلع على هذا الذنب، موش يكذب ومعد يزيد يكذب، يداوم. ثم الركن الثالث وهو العزم على أن لا يعود، يقول أنا ما نزيدش نشرب الخمر، أنا ما نزيدش نكذب. إذن هذه هي شروط التوبة. طيب إذا كان الإنسان سرق شيئا ولا اغتب الناس، يقعد يهضر في فلان وفلانة فلان وفلانة، هذا هنا ما يكفيش فيه التوبة، ينبغي أن يرجع المظالم إلى أهله. وش معنى المظالم؟ أنت سرقت واحد، أخذت له قلما، ما رجعته لهش، لا رجع له القلم التاع، أخذت له ممحات رجع، هو لما دال فيك ثقة وسلفك الممحات ولا سلفك الكراس ولا سلفك القلم، هنا دال فيك ثقة، فينبغي ألا تخون هذه الثقة، وإلا تكون خائن. ثم راكم تقروا في المدرسة يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، زيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه من ضمن الأمانة، ليس كذلك؟ فهنا لابد ترجعوا الأشياء اللي أديتوها، أخذتموها على أصدقائكم، سلفك كراس رجع الكراس، سلفك القلم رجع القلم، لا تأخذه. فهمتم ولادي؟ فهمتم؟ إذا كان إنسان اغتاب أحدا، واحد هدر في واحد اغتاب فيه، قال فلان فيه وفيه 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 وفيه، هذه اسمها الغيبة، والغيبة محرمة، حرام ولا لا؟ حرام. ولا يغتب بعضكم بعضا،
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. طيب إذا كان تكلمت في واحد ثم أردت أن تتوب إلى الله تعالى، أنا وش أدير؟ قل له، قل له راني تكلمت فيك واسمح لي. إذا كان خفت، خفت قلت أنا لو كان نقول له راني تكلمت فيك اسمح لي، بالك يزيد يغضب ويزيد يحقد عليك، هنا ما تقولوش، وإنما ثني عليه. قال مثلا أنا أجلس في هذا البلاصة وتكلمت في عائشة ولا في محمد ولا في فلان ولا في إناس ولا في إلياس ولا في أي واحد، تكلمت فيه كلام وش مليح. هنا ينبغي أن تجعل الدقائق، قال خمس دقائق وأنا نقطع فيه نهضر فيه، خمس دقائق وأنت تثني عليه وتدعي له ربي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وفقه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب. تأملت والدنيا بها العجب والعجب، تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب، فلا ظلها دان ولو طال أمنها، وسل عن هواها كل من ودها خطب، وسل عن هواها كل من ودها خطب. ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب، ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب. ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب. وأن يجعل المعروف والجد نهجه، بذلك يسمو لا بجاه ولا رتب، ومن عاش فيها يجعل الخير همه، فما خاب من للخير قدم واكتسب، فما خاب من للخير قدم واكتسب. ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل.